ثلاثة بونت غاليين جدا. اكيد الحمد لله احنا عندنا هدف وشغالين عليه، ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي، ومبروك لكل المسؤولين واللعيبه والجهاز الفني. الحمد لله احنا شغالين، وقدامنا كده ان شاء الله اربع ماتشات وننهي الدوري ان شاء الله، وقدامنا مشوار تاني افريقيا باذن الله شغالين عليه، وان شاء الله باذن الله نحقق افريقيا باذن الله. ماتشهم الاثنين صعبه جدا مع حرس الحدود في اسكندريه، وبكره في تمرين والسفر بعد بكره. اكيد ما هو في ضغط، وهي كره كده. احنا ان شاء الله زي ما قلت لك احنا شغالين، وعارفين ان في ضغوط علينا الفتره دي، يمكن وقت الراحات قليل جدا، لكن الحمد لله الناس كلها بتستعد، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا على الماتش الجاي. افريقيا مش فارق معاك يتاجل يتلعب، مش فارق معاكوا كلاعيبه اهلي؟ والله مش موضوع فارق معانا، احنا في الاخر احنا فارق معانا ان احنا ربنا يكرمنا ووفقنا. هنلعب دلوقتي، نلعب بعد فتره، احنا بنشتغل على البطوله ومركزين ان شاء الله باذن الله. وليد يبدا وليد يقعد، تعليمات بتسمعها وبتنفذها وبتنزل تنفذ المطلوب منك من فايلر؟ اكيد انا الحمد لله انا لعيب موجود في الفرقه تحت امر الجهاز الفني في اي وقت. انا يعني مش عايز اقول لك انا بشتغل والحمد لله بتعب ومتواجد في اي وقت، يعني حتى ما بتفرقش معايا يعني قوي يعني. اليوم مبروك عليك. الله يبارك فيك حبيبي. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع حاوي نادي الاهلي الكابتن وليد سليمان. عوده ليك من جديد، اتفضل.